الصورة زي دي، الصورة دي المفروض مثلا لو انا عايز اطلعها على السوشيال ميديا، الصورة دي لو انا بصيت عليها هلاقي ان حجمها 4 ميجا و 997، يعني بنتكلم في كام؟ 5 ميجا. طبعا عشان اطلعها ده معناه ان على طول الفيسبوك هيعمل ايه؟ جي بي جي، يعني متخيل هتنزل من 5 ميجا ل 980 كيلو بايت، 1 ميجا. تخيل كمية اللص اللي هيحصل فيها، يعني السرعة دي هتبوظ تماما. أنا بقى عايز أعمل أوبتمايزيشن عملي دلوقتي إن أنا أسيفها وتطلع بالحجم بتاعنا اللي هو ال 1 ميجا أو ال 2 ميجا بتوع البي إن جي، وفي نفس الوقت الكواليتي تبقى إيه؟ سليمة. صح؟ إزاي أعمل الكلام ده؟ اللي انا هعمله من الفوتوشوب هو بيتعمل في الالستريتور، هو بيتعمل في الانديزاين، بيتعمل في اي برنامج في اوبشن اسمه سيف فور ايه؟ فور ويب. خلاص؟ عشان ما حدش يقول لك ايه؟ طب لو انا على الالستريتور هي بقى الواحده معروفه. خلاص؟ والعمليه اللي احنا بنعملها دي اسمها اوبتمايزيشن. يعني لو حد عايز يدور ويلاقي معلومات اكتر، يتاكد ان المعلومات اللي انا بقولها سليمه، يشوف ميثودز مختلفه، كل شيخ له طريقه. تمام؟ اسم العمليه دي اسمها ايه؟ اوبتمايزيشن. تمام؟ يعني ايه اسمها بالظبط؟ ايمجز اوبتمايزيشن فور ويب. طيب لو انا هفتحها على الفوتوشوب مثلا، قلت لي الخلاط اللي ما هنطير ولا ايه؟ طيب انا فاتح الصوره دي بالمناسبه، مش جايبها مخصوص ولا كلام من ده، انتوا لو بتاخدوا بالكم انا ما كنتش لاقي صوره فحطيت الفلاشه الصوره اللي تقصد. يعني الموضوع مفتوح بشكل عشوائي، مش حاجه معموله مترتبه. يعني الكلام ده اللي انا هقوله ينفع يتعمل على اي صوره عندك، بل بالعكس عايز اقول لك ان لو ديزاين انت اللي عامله هتقدر تتحكم فيه اكتر من اللي انا هعمله كمان دلوقتي، لان انت اللي عامل الشغل. تمام؟ طيب نمره واحد قبل ما تعمل اي حاجه، نمره واحد الدايمنشنز تتاكد منها، دي نمره واحد. ليه؟ اصل انت حضرتك لو انا رحت على الايمج سايز بتاع الصوره دي، انت متخيل الصوره دي كام في كام؟ 2785 بكسل في 1765. عادة احنا ما بنهتمش قوي بالهايت، الهايت كده كده بيتصغر مع الويدز نسبة وتكسر، انما يهمني الويدز. بص عشان تبقى فاهم القصة ماشية ازاي، عرض الشاشة بتاعك ده قد ايه؟ تقول ما اعرفش. طب انا لو رحت على الديسك توب اهو، فين الشو ديسك توب؟ رابعه واحده من تحت. ايه؟ رابعه واحده من تحت. اه والله. طبعا نظر بقى. تمام؟ طيب. وهاجي هنا وقلت له مثلا ديسبلاي سيتنجز. اهي. بص كام؟ 1920. عرض الشاشه دي كام؟ 1920. يعني انت الصوره اللي انت بتعرضها دي تقريبا ضعف ايه؟ الشاشه. مش ضعف عرض الويب سايت، دي ضعف ايه؟ شاشه الكمبيوتر بتاعك، واللي هي 1920 عشان الشاشه دي كبيره شويه، كارت الشاشه عالي فبيقدر يلم الدنيا. في شاشات ثانيه هتبقى اخرها 1280، فانت بتتكلم بقى ثلاث اضعاف، يعني الدنيا اعلى. طب وانت محتاج اصلا، انت محتاج كواليتي. في ناس يعني انا فاكر كويس كنت شلت موبايل تقريبا كان 3 صور، والله ما فاكر. الموبايل ده بعد شهر بعته بسبب ايه؟ ان انا الكواليتي بتاعت الصور مش عجباني، فبدور في الاوبشنز عشان اعلي الكواليتي. قلت اكيد في حاجه في الاوبشنز بتعلي الكواليتي، ففعلا لقيت في الاوبشنز حاجه بتعلي الكواليتي. لقيت الباشا بيعمل ايه بقى؟
بيكبر الدايمنشنز بتاعت السوق. لا والله انا عايز الكواليتي لحضرتك. في ايه علاقه الكواليتي بالدايمنشنز؟ ملهاش اي علاقه. طب هيفرق انا عايز اعلي الكواليتي على نفس الدايمنشنز مش على دايمنشنز اعلى. فما تربطش ما بين الدايمنشنز والكواليتي. الدايمنشنز حاجه والكواليتي حاجه ثانيه. ممكن يبقى عندي صوره 5000 بكسل بالعرض بس بكسل، وصوره 500 بكسل بالعرض بس كواليتي هاي ريزوليوشن، فخلاص. فانت بالنسبه لك هنا مش معنى ان عندك صوره كبيره يبقى كواليتي عاليه، لا. الكواليتي دي لوحدها اللي هو الريزوليوشن بتاعها، تمام؟ انما الدايمنشنز دي ده موضوع تاني. انا مش محتاج هنا دايمنشنز عالي. طيب يعني المفروض يبقى الدايمنشنز كام؟ الميزه وانا شغال على الويب، بس انا الصوره مش معايا، هي تقريبا 1180 او 1280، تمام؟ الصور اللي هي بتاعت البوست بتاعت الفيسبوك. هنفترض مثلا انت كده كده هحط لك الصور فيها ليه؟ ال تمام؟ مش بتسأل على صورة الفيسبوك؟ اه البروفايل ولا صورة عليه؟ لا العادية البوست. 2048 تمام. متأكدة من الرقم ده؟ احنا التاسك اللي اخدناها 2048. طيب تمام. يبقى انا هنا خلاص عارف ان هو الراجل هو طالب مني ان الصوره يكون الدايمنشنز بتاعها كام؟ 2048 تمام. يبقى انا هروح هنا هقول له لا انا مش محتاج دي، خليها لي كام؟ 2048. واجي اقول له ايه؟ اوكي. خلاص كده؟ طيب وبعدين بقى عايز ابدا اعمل الاوبتمايزيشن بتاعي. انت في البرنامج في عندك حاجه اسمها سيف، وفي ايه؟ وفي اكسبورت في حاجه اسمها ايه؟ اكيد يعني شركه ادوبي التيم وورك اللي عمل برنامج زي ده. اصل في ناس يقول لك ما السيف ايه زي السيف الويب؟ ما انت هنا بي ان جي وهنا بي ان جي وهنا، يعني اكيد هم عاملين فرق، وهتشوف الفرق دلوقتي شكله، تمام؟ فانا هاجي اقول سيف فور ويب، هو بيطلع لي عاده اللي هتلاقيه بيطلع عندك لو انت اول مره تفتح سيف فور ويب، هتلاقي اللي هو التو اب كده. انا بقوم رايح على الفور اب. موضوع التو اب والفور اب اللي هو انت واخد كام بريفيو للصوره. يعني ايه واخد كام بريفيو؟ هقول لك. انت المشكله طول الوقت مثلا عايز تجرب الصوره، لو سيفتها جي بي جي هاي كواليتي هتطلع شكلها ايه والسايز بتاعها كام؟ طب لو سيفتها ميديوم كواليتي هتطلع شكلها ايه والسايز كام؟ فلو هتشتغل من سيف اس هتضطر تعمل ايه؟ سيف كذا نسخه. ميزه السيف ويب ان انا مش محتاج اعمل الكلام ده خالص. انا كل اللي هعمله ان انا اجي مثلا دي الاوريجينال ما باجيش ناحيتها، خلاص؟ طبعا ممكن اجي هنا اقول له كنترول زيرو عادي خالص عشان ابقى شايف الايه؟ الحاجه كلها. الاوريجينال ما باجيش ناحيتها. هاجي على دي مثلا بي ان جي 24، ده الكواليتي بتاعها وطالعه كام؟ 3 ميجا وشويه، تمام. طيب هاجي على اللي هنا، دي المفروض ان هي نوعها جي بي جي والكواليتي والسايز بتاعها كام؟ 160 كيلو بايت. طيب ودي اقل شويه والسايز كام؟ طيب انا هروح مثلا هقول له طيب بص بي ان جي كده كده في الصوره دي بابعادها مش هتنفع ايه؟ معايا عشان السايز معدي الايه؟ ال 2 ميجا. طب هعمل ايه؟ يبقى انا هشتغل على الايه؟ الجي بي جي. عندي الجي بي جي هاي كواليتي هتطلع حجمها كام؟ طيب لو انا عايز اعلي الكواليتي اكتر، خلي بالك الهاي كواليتي بالنسبه له اللي هي بنسبه كام؟ 60%. طب لو انا هعملها ماكسيمم هنا اللي هي يعني ايه؟ 100%، بقى حجمها كام؟ لا 2 ميجا كتير. طب عاده عشان اريحك خليها 70%، الكواليتي بتطلع كويسه، تمام؟ والسايز عاده بيظبط. يعني انت بص في الصوره هنا السايز طلع كام؟
517. طيب انا عايز اشوف كده الدنيا ايه. والله عندك اداه الزوم اهي، ابدا اعمل ايه، زوم كده، وهتبان قوي في تفاصيل الشعر. واخد بالك بين الثلاث بريفيو؟ ها، حد شايف حروف الشعر هنا وهنا وهنا؟ طيب ولو انا حبيت اقول له طب ما نشوف الوش بتاع البنت كمان بالمره، شكل البشره هيفرق ازاي؟ حد واخد باله ان تفاصيل التكتشر هنا بتاع البشره باينه وهنا راحت؟ الميزه ان انا طول الوقت عندي قدره ان انا اعمل ايه؟ مقارنه بين الكواليتي وبين السايز من غير ما سيف. ده انا بايه؟ بشوف ايه اللي هيطلع، وهو بيديني هنا المعلومات كامله. هو في كونتراست زياده شويه؟ لا ده من الصوره نفسها. لا انا الاوريجينال يعني. لا ما هو لازم عشان الجي بي جي، ما هو ده كومبرس. لازم ان تعمل كومبرس، فلازم الدنيا هتغير شويه. خلي بالك ان انت كمان شغال على صوره ايه؟ وش، فطبيعي في الجلد هتحس بالحته دي قوي في الكومبريشن. خلاص؟ طيب بعد ما خلص، هو طبعا بيقول لك هنا ان هي كده ايه؟ اوبتمايز. في اوبشن فوق كده مهم قوي اسمه بروجريسيف. ايه بروجريسيف ده؟ ده اتعلم عنه. دايما هو بيزود السايز بتاع الصوره 5 6 كيلو بايت كتير قوي يعني 10 يوم يضربوا ده. بس هي الفكره، فكره البروجريسيف ده انه بيعمل ايه؟ بتلاقي الحاجات دي على بعض الصور في الفيسبوك طبعا، لو الديزاينر اللي شغال شاطر بيظبطها فبتطلع ان الصوره تلاقيها في الاول مبكسله كده شويه او بلورنج، وبعدين تبدا توضح. يعني ايه الكلام ده؟ وتلاقي في صور تانية على الفيسبوك بتنزل لك كده على مراحل متقطعه. الصور لو انت ما عملتش على البروجريسيف ده، لو النت بطيء الصوره بتنزل ايه؟ متقطعه. انما لو عملت البروجريسيف هو بيحملها على مراحل برضه، بس مش في الدايمنشنز، هو بيحمل الكواليتي على مراحل. فعشان كده دايما بنختار البروجريسيف لانها بتبقى ايه؟ افضل، بدل ما الصوره تفضل تقطع كده. تمام؟ فباجي اقول له هنا خليها بروجريسيف، هي 517 بقت 513 كمان يعني مع الاوبتمايزيشن قلت. تمام؟ خلاص؟ طيب وبعدين اجي اقول له ايه؟ اختار بقى اللي انا عايزه، عايز دي ولا عايز دي، على حسب انت كنت واقف على ايه، وتقول له ايه؟ سيف. بيروح يسيفها لك في المكان اللي انت هتختاره. هتلاقيها نزلت عندك بالسايز اللي انت محتاجه. واحد في اهي. خلاص؟ هلاقيها هنا ان هي عامله كام؟ بعد ما فازت 5 مللي. وصلت؟ اللي احنا عملناه ده اسمه اوبتمايزيشن. يعني ايه اوبتمايزيشن؟ يعني افضل كواليتي ممكنه باقل سايز ممكن. انا ما روحتش اول ما لقيت صوره بقى حجمها 96 كيلو بايت فرحت وقمت واخدها، لا، ما انا برضه هممني السايز وهممني الايه؟ الكواليتي بتاعي. بالشكل ده لما هترفع الصوره دي على الفيسبوك مفيش اي تغيير هيتم. ليه؟ هي بالحجم بتاعها راجل مش عامل فيها اي كومبريس، فاللي العميل شايفه قدامه هو ده اللي هيجي اللي هيظهر على الفيسبوك بعد ما ينفح، مفيش اي اختلاف هيحصل. فبالنسبه له كده الدنيا تمام. ماشي؟ ده مثلا اللي هي افضل طريقه للاوبتمايزيشن بتاع الصور من الزفر. هتقول لي طيب والبي ان جي، طب ما كلهم 2048. ايوه بس الابره مش بال 2048، الابره عامل المحتوى اللي هو ال 2048 وجودة الصورة والتفاصيل اللي في كل ده بيفرق في ايه؟ هو انت لو عملت في صورة 5000 في 5000 وما فيهاش محتوى هتطلع حجمها قد ايه؟ بالكيلو بايت. بس
فيها كلمه ما تزيد شويه يعني وهكذا. فهي برضو المحتوى بيفرق في ايه؟ في السايز اللي انت مستخدمه في الافكتس، الفلاتر، نوع الفلاتر، كل ده بيفرق معاك في الايه؟ في السايز بتاعك. فعشان كده بتختلف من صوره للتانيه. افضل طريقه طول الوقت عشان ما تخشش في حته الاوتو كومبريشن بتاع الفيسبوك ان انت تعمل الاوبتمايزيشن انت بايدك، طالما عارف ان الديزاين ده العميل هيبدو يستخدمه ايه؟ على ويب سايت او على فيسبوك او على انستجرام او على ايا كان بقى. ماشي يا جماعه؟ صعبه الحته دي؟ تاني سهله.